أسلم. المشروبات الرمضانية هذه كارثة صحية يعني للأسف. الواحد بارك الله فيك أو الأسرة عموما، طيب كلنا صايمين أثناء فترة النهار مثلا 14 ساعة 13 ساعة، طيب هل نعطي سموم بارك الله فيك للجسم ونأخذ أيضا كمية كبيرة من السكر عشان يصير طعم زين؟ هذه مشكلة يعني سم، وتعطى عليه السكر الأبيض سم أكثر، هذا رايح يدمر عندك الكلى لأن رايح تشتغل 8 ساعات. طيب الجسم صايم طيلة مثلا 10 ساعات 13 ساعة 15 ساعة، هو بحاجة ماس إلى ماء جيد، مو بارك الله فيك أصبار. ولذلك أنا أقول رأي شخصي، أي بيت في هذه المنتجات الرمضانية للأسف ثقافة الأسرة تحت الصفر، لا أحد يزعل عليه، لكن هذه يعني هذه رسالة رمضانية. أي نعم، رسالة رمضانية حقيقة، يجب أن لا تدخل هذه البيوت من أجل صحة أفضل، شعار من أجل صحة أفضل، وهذه كلها سموم لأنها أيضا تعتمد على إيش؟ السكر الأبيض والسكر الأبيض رأس السكر.